بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والثلاثون. لا تزعج بضجتك مريضا على فراشه. لا ناهية. تزعج فعل مضارع مجزوم بلا، وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. بضجتي متعلقا بتزعج، وضجتي مضاف كمضاف إليه. مريضا مفعول به. على فراشي في محل نصب نعت لمريض، وفراش مضاف هي مضاف إليه. مرضت فاطمة شقيقة سليم مرضا شديدا، لم تقدر معه على الرقاد. مرضت فعل ماض، فاطمة فاعل، شقيقة بدل مضاف إلى سليم. مرضا مفعول مطلق، شديدا نعت أول، لم حرف جزم، تقدير فعل مضارع مجزوم بلم، وفعله ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هي. والجملة الفعلية في محل نصب نعت ثان، مع ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه. على الرقاد متعلقا بتقدير، وكانت والدتها قد أفرغت جميع الحيل لتنويمها فلم تستفد شيئا. الواو حرف عطف، كانت فعل ماض ناقص. والدة اسم كان مضاف ها مضاف إليه. قد حرف تحقيق، أفرغت فعل وفعل، والجملة في محل نصب خبر كان. جميع مفعل به مضاف، الحيل مضاف إليه. لتنويم متعلقا بأفرغت، وتنويم مضاف ها مضاف إليه. الفاء حرف عطف، لم حرف جزم، تستفيد فعل وفعل، شيئا مفعول به. فاتفق أنها نامت بعد معالجة دامت 5 أيام. الفاء حرف عطف، اتفق فعل ماض، أن حرف مشبه بالفعل، ها اسم أن، نامت فعل وفاعل في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. بعد ظرف زمان مضاف معالجة مضاف إليه، ومعالجة منوعة دامت فعل وفعل، والجملة في محل جر نعت لمعالجة. 5 ظرف زمان مضاف أيام مضاف إليه. وفي أثناء رقادها أخذ شقيقها سليم عن طيش منه لا عن بغضاء، يركض في البيت ويحث حصانا من خشب كان قد أهداه إليه أبوه في عيد الأضحى. الواو حرف عطف، في أثناء متعلقا بأخذ، وأثناء مضاف رقاد مضاف إليه، ورقاد مضاف ها مضاف إليه. أخذ فعل ماض من أفعال الشراع، شقيق اسم أخذ مضاف ها مضاف إليه، سليم بدل أو عطف بيان، عن طيش متعلقا بيركض، منه شبه الجملة في محل جر نعت لطيش. لا حرف عطف، عن بغضاء متعلقا بيركض، يركض فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر أخذ. في البيت متعلقا بيركض، الواو حرف عطف، يحص فعل وفاعل، حصانا مفعول به، من خشب في محل نصب نعت لحصانا، كان زائدة لا عمل لها. قد حرف تحقيق، أهدى فعل هو مفعول به، إليه متعلقا بأهدى، أبو فاعل مضاف هو مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل نصب نعت ثان لحصانا. في عيد متعلقا بأهدى، وعيد مضاف الأضحى مضاف إليه. فخرجت في الحال والدته من الحجرة، ووبخته لإزعاجه شقيقته. الفاء حرف عطف، خرجت فعل ماض، في الحال متعلقا بخرجت، والدة فاعل مضاف هو مضاف إليه، من الحجرة متعلقا بخرجت. الواو حرف عطف، وبخت فعل وفاعل هو مفعول به، لإزعاج متعلقا بوبخت، وإزعاج مضاف هي مضاف إليه، شقيقة مفعول به للمصدر، مضاف هو مضاف إليه. فسكت سليم هنيهة ثم عاد إلى الضجيج والحركة. الفاء حرف عطف، سكت فعل ماض، سليم فاعل، هنيهة ظرف زمان،
ثم حرف عطف عاد فعل وفاعل إلى الضجيج متعلقا بعاد. الواو حرف عطف الحركة معطوف على الضجيج وكان يسيح دهده ويضرب الفرس بالصوت. الواو حرف عطف كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يسيح فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر كان. دهده اسم صوت في محل جر بحرف الجر المحذوف التقدير بدهده. وحرف عطف يضرب فعل وفاعل الفرس مفعول به بالصوت متعلقا بيضرب وما زال كذلك حتى انتبهت أخته وأنت من شدة الحمى. الواو حرف عطف ما حرف النفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع وهو من أخوات كان. كذلك متعلقا بمحذوف خبر زال. حتى حرف عطف انتبهت فعل أخت فاعل مضاف هو مضاف إليه. الواو حرف عطف أنت فعل وفاعل من شدة متعلقا بأنت وشدة مضاف الحمى مضاف إليه. فنظرت عندئذ والدته نظرة غضب. الفاء حرف عطف نظرت فعل ماض عند ظرف زمان مضاف إذ مضاف إليه. والدة فاعل مضاف هو مضاف إليه. نظرة مفعول مطلق مضاف غضب مضاف إليه. فخجل سليم من تلك النظرة فذهب في الحال إلى حجرة بعيدة وأخذ كتابه وشرع يحضر دروسه بجد ونشاط. الفاء حرف عطف خجل فعل ماض سليم فاعل من تلك متعلقا بخجل النظرة نعت أو النظرة بدل. قاعدة إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم فيه ال يعرب بدلا أو نعتا. الفاء حرف عطف ذهب فعل وفاعل في الحال متعلقا بذهب إلى حجرة متعلقا بذهب. بعيدة نعت. الواو حرف عطف أخذ فعل وفاعل كتاب مفعول به مضاف هو مضاف إليه. الواو حرف عطف شرع فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع يحضر فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر شرع. دروس مفعول به مضاف هو مضاف إليه بجد متعلقا بيحضر. الواو حرف عطف نشاط معطوف على جد مجرور مثله بحرف الجر. ربما ترجو به دفع الأذى عنك يأتيك الأذى من قبله. رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم مفصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ترجو فعل مضارع وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب به متعلقا بترجو. دفع مفعول به مضاف الأذى مضاف إليه. عنك متعلقا بدفع. يأتي فعل مضارع كمفعول به الأذى فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ من قبل متعلقا بيأتي وقبل مضاف هي مضاف إليه أصله قبله. والله أعلم بالصواب.